السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نقوم بجولة داخل القن ونشوفوا الجديد عند الدجاج شنو كاين. هذا هو القن ديال الدجاج أو البركة ديال الدجاج. قمت بالإضافة ديال هذه القربة هذه ديال الماء أو الأنية ديال الطين، وحيدت ذاك الفيديو اللي كنت داير الفوق كان فيه 10 يطرو، كان ضيعت إخوة بالصيف. هذا هاد القربه كتهز بزاف ديال الماء وسهله باش نعمرها دغيا بلا ما ندخل داخل عندهم ونبرزطهم كما كتشوفوا. وايضا مشربيه الماء نقص منها شي شويه، كانت طويله على هكا كانت يكرفصوها، نقص منها واحد شويه ولات مزيان دابا، مابقاش كتكرفص بزاف كما كانت. بسم الله. هذا هو الدجاج اللي عندي هاد الساعه، مابغيتش نكثر بزاف. بالنسبه لدوك الفلاس اللي كانوا لي شفتو في الفيديو لاخر فيديو، كما كتشوفوا راه كبروا وطلعوا وخرجوا كلهم فرارج، بعتهم كامل. تعرفوا الفرارج فيهم صداع بزاف، خليت يلاه فرج واحد في يومي وخرجت لي ديجا وحده في يوميه، هي هذه كما كتشوفوا. وبقاو لي هاد جوج تاهما دجاجات، هاديك راه هي وهادي هي تقريبا نفس لاراس، ما عرفش هاد لاراس باش مخلطه. المهم فيها شويه الفيومي وشي لاخر، ما عرفتش واش بلدي واش دجاج اخر، العلم لله. كنت درت شويه دجاج، نيت من هاد هاد الدجاج اللي عندي، درت شويه البيض يتفقص، وكما كتشوفوا الحمد لله البارح بداو يتفقصوا، تفقصوا البارح شويه واليوم كذلك. بالنسبه للتفقيص في هذا الجو الحار، خص بنادم يرد البال، لان القميله ما كترحمش للثلاث غتقتلهم كامله تسلطات عليهم. انا كذلك عندي شويه القميله كما كتشوفوا، يا لاحظتوا صغيره ما كتبانش. المهم خص الاخوان المراقبه في هذه الحراره ضروري، والدواء ديما يكون عند بنادم دواء القميله ما يتهاونش عليه. بالنسبه لهذا الفلوس هذا في يومي كما كتشوفوا، من الرجيلات ديالو كحل، عينين ديالو كحل، حتى هاد الخطوط اللي عنده في الظهر ديالو. هذا ان شاء الله في يومي. اول البيض مازال يتفقص، بالنسبه للارضيه حيت كاع داك التراب اللي كنت داير، كنت الاستعمال ديالو في الزراعه عندي في السطح كسماد عضوي طبيعي، ودرت هاد الرمله مخصصه للبناء، الرمله الصفراء، جربتها حتى هي مزيانه وكتساعد في امتصاص الرطوبه. بعد مرور 11 يوما الفلاس تبارك الله كبروا كما كتشوفوا،
هم في صحة جيدة ما شاء الله. هذه حصيلة ديال 30 بيضة، درتهم جوج دجاجات كما شفتوا، بقاو دابا حاليا 17 الفلوس، تفقصوا 20، ماتوا 3 بقاو هاد 17، والعشرة البيضات فيهم اللي الفلوس مات داخل البيضة، وفيهم البيض الغير ملقح. الحمد لله هذه حصيلة 17 فلوس، حصيلة جيدة. بالنسبة للدجاجة الأخرى حيدت لها الفلالس، درتهم لهادي، درتهم كامل دجاجة وحدة، والأخرى غادي ندير لها بيض آخر تحطنا عليه إن شاء الله. بالنسبة للأكل ديال الفلالس، تنعطيهم الخبز فازق كما كتشوفوا، زريعة كحلة أبو دور نور الشمس، تنطحنها، النخالة، نخالة القمح، وشوية السكاليم ديال الديماراج، شوية القليل فقط في هاد الأسبوعين الأولى، والذرة هاكا مطحونة شوية، ممطحوناش 100% كما كتشوفو، كما تنقولو الذرة مشردة. تلقوا بالخلط ديال هاد العناصر اللي وريتكم، نخلطهم مزيان، ومن بعد تنعطيهم الفلفل. ممكن نعطيهم هذه الكمية مرة في الصباح ومرة في العشية، جوج المرات في النهار كافية. بالنسبة للدجاج هو سنعطيه الخبز فازق، الزريعة كحلة، والذرة، والشعير، والقمح. نتمنى الإخوان من هذا الفيديو نال الإعجاب ديالكم، وانتظرونا فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.